الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير المكثف ما يسمى نموذج بيرتراند في احتكار القلة، بيرتراند موديل أو أن أوليغوبوليستيك فيرم. قدمت قبل هذا المقطع ثلاثة مقاطع. الأول تحدث عن احتكار القلة بشكل عام، ثم دخلنا في نموذج كورنو أوليغوبوليستيك موديل واستاكلبرغ، وهذا هو الرابع. طبعا هناك اختلافات بسيطة بين النماذج الثلاثة، لكل واحد منها يركز على يعني موضوع معين في النموذج، على السعر أو على الكمية أو أنه الكميات متساوية وهكذا. على بركة الله نبدأ إن شاء الله. الآن نفترض وجود منشأتين في احتكار القلة تتنافسان على بيع سلعة متشابهة. هنا المقصود بالسلعة المتشابهة كأن نقول على سبيل المثال هناك جهازان تلفاز 85 بوصة ذكي بالكامل فول سمارت، الأول صناعة LG الكورية والثاني صناعة شارب اليابانية، أو أن هناك سيارتين أودي وبي أم دبليو بالمواصفات نفسها، لكن هذه من شركة أودي وهذه من بي أم دبليو. نفترض كذلك الأمر الآن بأن الكلفة الحدية التي تواجه المنشأتان، المنشأة A والمنشأة B، ذكروا متشابهتان الكلفة الكلية، marginal cost هنا يساوي 4. المقصود الآن marginal cost بأن كل وحدة إضافية من السلعة التي تنتجها أي واحدة منهم تكلف 4 وحدات. ماذا؟ طبعا وحدات القياس هنا لا تهمني، بالدينار بالدولار بأي شيء ثاني، لكن margin cost يساوي 4، معنى ذلك بأن total cost أو الكلفة الكلية تساوي 4 في Q. الآن نفترض بأن دالة الطلب على سلعة المنشأة الأولى اللي هي A معطى بالدالة الآتية، هذه الآن Q، لاحظوا لي هنا Q، هذه Q تساوي 120 سالب 8 PA زائد 4 PP. يعني المقصود هنا هذه دالة الطلب على السلعة التي تنتجها المنشأة الأولى اللي هي A. الآن الإيرادات الكلية، لاحظوا أرجو التدقيق هنا، الإيرادات الكلية تساوي P في Q. P في Q الآن معطى هنا اللي هو السعر، طبعا total revenue هنا، total revenue يعني أركز هنا أرجو التأكيد، لاحظوا total revenue للمنشأة يساوي P في Q. الآن بدل Q نعوض ماذا؟ نعوض هذه الدالة الآن، هذه الدالة 120، فعندي P sub A في Q sub A، طبعا Q sub A هي الدالة و P sub A تبقى هي وبالتالي كما هي. فالآن P sub A تساوي في مضروبة في 120 سالب 8 PA زائد 4 PB. إذا فكينا القوس الآن اطلع عندي التوتال ريفينيو ما يسمى بالإيرادات الكلية تساوي 120 في P sub A سالب 8 P تربيع sub A زائد 4، لاحظوا لي هنا هذه مضروبة بهذه بعطينا 4 P sub A في P sub B. عندنا الآن التوتال كوست لأنه حصلنا على الإيرادات الكلية، حتى نعظم أرباح المنشأة هنا لابد أن تكون هناك لدينا معلومات عن ما يسمى أو عما يسمى التوتال كوست أو الكلفة الكلية. فالكلفة الكلية يساوي 4 Q كما ذكرنا، لأنه المارجن كوست يساوي 4، معنى ذلك بأن الكلفة الكلية تساوي 4 في كيو. كيو طبعا للمنشأة A، فعندي 4 كيو صب A. بدء الآن الأربعة ثابت تبقى كما هي، نعوض بدل هذه الكيو A بالدالة اللي هي هذه 4 في 100، طبعا داخل قوس 120 سالب 8 P صب A زائد 4 B. أي بمعنى آخر هنا لاحظوا لي دخل 4 الآن داخل قوس بطلع عندي تساوي 480، يعني أريد أن أركز عليها، هذه 480 هنا سالب 32 P sub A زائد 16 PP، معنا هنا لاحظوا لي 480 سالب 32 P sub A زائد 16 PP. التوتال profit الآن profit معطى عندي بالدالة هاي pi sub A
اللي هو الإيرادات الكلية مطروح منها الكلفة الكلية. الإيرادات الكلية التي تحققها المنشأة مطروح من الكلفة الكلية التي تتحملها المنشأة. طبعا هنا إذا عوضنا الآن هذه الإيرادات الكلية، لاحظوا لي من هنا أتينا بها، هذه الإيرادات الكلية طرحنا منها هذه الكلفة الكلية، فعندي الإيرادات الكلية سالب الكلفة الكلية هذه 480 داخل قوس سالب 32 بي اي زائد 16 بي بي. الآن سأعالج السالب عندما أدخله على داخل قوس بتغير الإشارات، لكن إن شاء الله بعد ما أخلص حديث الآن عن المنشأة بي. لاحظوا لي أنه من نفترض كذلك أمر بأن الطلب على سلعة المنشأة بي معطى بالدالة الآتية على سبيل المثال، هذه الآن كيو صب بي أركز عليها هنا، هذه كيو صب بي تساوي 128 سالب 8 بي بي زائد 3 بي اي. ما المقصود هنا الآن؟ لابد أن أذكركم أحبتي بأن الآن المنشأتين تتنافسان، وبالتالي السلعتان تكونا هاي السلعة الـ A والسلعة B بديلتان، بمعنى أنه عندما ترتفع أسعار السلعة B الطلب على السلعة A بده يرتفع، وكذلك الأمر إذا ارتفعت سلعة أسعار السلعة A فإن الطلب على السلعة B سترتفع لأنهم بديلتان. أما لاحظوا لي هنا الإشارة سالبة بالنسبة للسعر ذاته اللي هو للسلعة A، وهنا السعر سالب إشارته سالب للسلعة B، وبالتالي يتحقق قانون الطلب هنا هنا، لكن هذا يتحدث عن الطلب الآن على السلعة الأخرى، وبالتالي ارتفاع أسعارها سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على هذه السلعة، وهنا ارتفاع BA سيؤدي ارتفاع الطلب على QB. أوكي نتابع الآن التوتال ريفينيو هنا الإيرادات الكلية التي تحققها المنشأة B هي P في Q، total revenue تساوي P في Q، والآن P ثابتة لكن الآن Q صب B منعوض عنها بالدالة الأصلية هذه 128 سالب 8 بي بي زائد 3 بي كيو. إذن يعني total revenue بكون بالحالة هاي total revenue للمنشأة تساوي 128 في بي بي سالب 8 بي تربيع بي زائد 3 بي اي بي صب بي، وبكون التوتال كوست 4 كيو بي، الأربعة ثابتة منعوض بدل كيو هذه الكيو منعوض بدلها هذه الكمية أو هذه المعادلة اللي هي معادلة الطلب على سلعة بي. هنا هذه مندخل الآن 4 تكون النتيجة قبل النهاية 512 سالب 32 بي بي زائد 12 بي اي. وبالطريقة نفسها الآن نحسب البروفيت للمنشأة بي، بتكون طبعا البروفيت بي تساوي باي صب بي تساوي توتال ريفينيو الإيراد الكلي للمنشأة بي سالب الكلفة الكلية التي تتحملها المنشأة بي، وبالتالي النتيجة قبل النهائية بتكون هذه 128 بي بي سالب 8 بي 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 تربيع بي زائد 3 بي اي بي اي بي بي، ومطروح منها الكلفة الكلية اللي هي هذه الدالة. سأعالج إشارة السالب بعد قليل بإذن الله تعالى. الآن عرضنا المعلومات الهامة اللي هي دالة أرباح المنشأة، هذه الآن هذه دالة أرباح المنشأة A، لاحظوا لي هذه للأخير لهذه، ودالة أرباح المنشأة B هذه هنا 128 وهكذا للأخير، يعني أرجو التركيز عليها وفهم كل محتوياتها. فالآن عندي دالة أرباح المنشأة A، دالة أرباح المنشأة B، سنقوم الآن بتعظيم أرباح كل شركة خضوعا للسعر، بمعنى آخر ما هو السعر الأفضل الذي يجب أن تتبناه أو تسعر عنده المنشأة حتى أنه تعظم أرباحها وبأفضل يعني ما يمكن. فالآن ننتقل إلى الشريحة الثانية، الآن نقوم بتعظيم أرباح المنشأتين A و B نسبة إلى سعر بيع السلعة لكل منهما يعني PA و PB، وتحديد ما يسمى أرجو الانتباه دالة المنفعة، هنا
عفوا دالة رد الفعل، بعتذر، دالة رد الفعل اللي هي reaction function لكل منهما. الآن هذه تعظيم أرباح المنشأة A باشتقاق باي سب A نسبة إلى سعر A. هنا دالة أرباح المنشأة A هي هذه الكمية هنا أو المعادلة. الآن إذا دخلنا السالب على القوس هنا، لاحظوا لي هنا دخلنا سالب، فبعطينا النتيجة قبل النهائية 120 بي A سالب 8 بي تربيع A زائد 4 بي A بي B سالب 480، هنا سالب في سالب بعطيني موجب زائد 32 بي A، وهنا هذه تصبح سالب اللي هي 16 بي بي. نشتق هذه الدالة الآن نسبة يعني partial باي partial بي A، أوكي؟ وهنا هذه المشتقة الجزئية الأولى للأرباح نسبة لأسعار البيع بي 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 صب A، فبعطيني 120 سالب 16 بي A، هذه 2 في 8 16 هنا، زائد بتروح هذه تم عندي 4 بي بي زائد 32 لأن هذه تصبح واحد صحيح، ومنساوي كل الاشتراك بالصفر لأن معدل التغير في الدالة أصبح صفرا الماكسيمم أو المينيمم، لكن هنا ماكسيمم ماكسيمم بروفيت أو أعظم ربح ممكن. فالآن نجمع 32 120 فبتكون النتيجة قبل النهائية 152 سالب 16 بي صب A زائد 4 بي صب B تساوي صفرا. إذا نقلنا هذه إلى الطرف الأيمن وأبقينا على ما الباقي في الطرف الأيسر بكون عندي النتيجة قبل النهائية هذه 152 زائد 4 بي بي تساوي 16 بي A، وأخيرا على الأقل في للشركة أفضل سعر ممكن بي ستار صب A يساوي 152 على 16 زائد 4 على 16 بي بي بي. بمعنى آخر الآن أن السعر الأفضل هو 9.5 زائد ربع السعر الذي تقوم الآن بفرضه المنشأة B. هذه الآن دالة رد الفعل للمنشأة A، دالة رد الفعل للمنشأة A. ننتقل الآن بالطريقة ذاتها إلى المنشأة B، تعظيم أرباح المنشأة B باشتقاق Q sub B نسبة إلى سعر السلعة اللي هي PP. دالة أرباح المنشأة B هي هذه. الآن مندخل إشارة السالب داخل القوس هنا تصبح النتيجة كما يلي 128 بي بي ناقص 8 بي تربيع بي زائد 3 بي اي بي 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 ناقص 512 بلس اللي هو موجب 32 أو زائد 32 بي بي ناقص 12 بي اي صب اي. نقوم باشتقاق هذه المعادلة نسبة إلى هذا السعر اللي هو بي بي، وبالتالي بتكون النتيجة قبل النهائية 160 اللي هو لاحظوا لي 128 هنا تسقط بتصبح واحد عندما نشتقها، و32 هذا بسقط يصبح واحد، فنجمعهم بطلع 160 سالب 2 في 8 16 بي بي زائد 3 ما تبقى هنا تذهب هذه، ويبقى بي صب اي تساوي صفرا لأنه معدل التغير في الدالة أصبح صفرا. فالآن أعظم الأرباح إذا الآن هذه الشركة قامت بجعل سعرها أو اتخذت السعر أو تبنت السعر الآتي، وهو بي ستار صب بي تساوي 10 زائد 3 على 16 بي في بي صب اي، وهذا يكافئ 10 زائد فاصل 18.5 بي بي. بمعنى آخر الآن أنه أفضل سعر ممكن هو 10 زائد أقل من 20% من سعر السلعة البديلة، لاحظوا لي هنا، وهي الآن دالة رد الفعل للمنشأة بي. الآن آخر خطوة حتى نشتق الأسعار الممكنة والتي تعظم أرباح الشركتين هو أن نعوض الآن دالة رد فعل الشركة الثانية في دالة رد فعل الشركة الأولى، بدل بي بي هنا نضع هذه الكمية. فنذهب الآن إلى آخر شريحة. الآن نقوم الآن بالتعويض كما ذكرت، دالة رد هذه خطأ طباعي بعتذر عنه، رد الفعل اللي هي reaction function المنشأة A في دالة رد الفعل المنشأة B للحصول على القيمة المثلى لسعر بيع السلعة التي تنتجها المنشأة A. فالآن أذكركم دالة رد الفعل المنشأة A هي هذه دالة الفعل قبل قليل اشتقيناها 9.5 زائد ربع بي بي، ودالة رد الفعل المنشأة B هي الآن تساوي 10
زائد فاصل 18.5 من سعر السلعة ب. اي طبعا الآن نقوم بتعويض بدل هذه هنا. طب لاحظوا لي هنا 9.5 زائد ربع سعر بي بي اللي هي السلعة الثانية. لو قمنا بتعويض بدل هذه القيمة اللي هي هذه، فنحصل على ما يلي: السعر الأفضل الواجب أن تقوم الآن بفرضه المنشأة تساوي 9.5 كما ذكرنا زائد ربع، لكن بدل بي صبي وضعنا هذه القيمة 10، هذه لاحظوا لي بدل هذه 10 زائد فاصل 18.75 في بي اي، فعوضنا هنا تطلع 9.5 زائد 2.5 زائد فاصل 046875 من سعر بي اي. هذا يعني الآن إذا نقلنا هذا للطرف الأيسر وجمعنا هنا تطلع عندي بي صب اي سالب فاصل 046875 بي اي تساوي 12. اوكي، هذا يعني بأن فاصل، لاحظوا لي يعني طرحنا من هذه باعتبارها واحد صحيح، طرح من هذه فيصبح فاصل 95.31.25 من بي اي تساوي 12. اذا افضل سعر يمكن ان تفرضه المنشأة بي تساوي 12 مقسم على فاصل 953125 وتساوي 12.59. هذا السعر الذي يجب ان تقوم بفرضه المنشأة اي على زبائنها مقابل كمية تنتجها. لكن هلا طلعوا لي هون انه بي صب بي ذكرناها قبل قليل تساوي 10 زائد لهذه زائد 3/16 في بي اللي هذه نفسها، وبالتالي 10 تساوي 10 زائد فاصل 18.75 بي اي. بعوض عن بي اي هنا بهذه القيمة، وبالتالي بيكون النتيجة النهائية بأن سعر البيع الذي تفرضه المنشأة بي على زبائنها هي 12.36، أقل من هذا السعر بإشي بسيط جدا جدا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبة الطلبة حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.